مني كعسكرية بطلتها وش كيش منظورة إما تيك إما تيك هلا إيش كمان بخير بن همولاك بخير بن ببورن دوباره توزك تاخير بم چونك اوپراسيونك عسكري مان هبو اقل هيجي تيروري عراق استتوابو ريا كوتين دي ببورن بحقات ويستم چونك زور بي هر زوري كانالكان بيونديان كردو ولا دواي اويك بموي اخيرا زور باسي كوراك دكري كالان محاكم عراقي ياخد هيئي كان دنيا هي اتصالات كغرامة كزور هاتو تسر كومبانيا كوراك وبحسابي اوان باسي او ده كان كبرين كوراك قرض دارا ياخد كوراك التزامنا كبا بحكومة العراق ياخد برياري كاني هي اي اتصالات عراقي بوي ويستم توزك بوتان رون كمو بو راي قشتي كامي باز ذكري زور بي هر زوري چواشا كاريا و راس نیا کرکت به کمپانیا که یکم کمپانیا که لسالی 2000 دامزرا و یکم کمپانیا لعراق که لجی اس ام اسوسییشن عالمی تومار کراوا ل دو طبیعی ل دوای آزاد کردنی عراق یعنی اما تو زی بک‌گراند که باز کم بو اوئی واضح به بو برستان بو بینران ل کاتی بلین پروسه آزاد کردنی عراق کاتی كبرين حاكمي مدني للعراق بوكاتي كباب بريمر ناصرة وأوكاتا بريارك درا كسي رخصي جي اس ام موبايل بدري بسي كومبانيا عراقي طبي أوكات سي كومبانيا وكو جناب تان دزانن ك كومبانياي أسير هبو وقتا أسير كاستزينا كومبانياي أوراسكوم ك عراقونابو وكومبانياي أسيا سيرو او رخصه او کاتا کدرا با ماوی دو سال بود توزه زیادتری کشا کاتی بخوی بلان بریارکان او بون که لدوی او سه رخصه که رخصه دائم یا خودی پازده سالی دادری لان حکومت عراقی سرپرستی دکرا و هر وقت کمپانیای پرایس واتر هاوس کوپری بریتانی سرپرستی تندرکی کرد مزایدکی کرد لاردن پایتخت عمان پایتخت اردن او کات و طبيعي اما وكو كوراك لغرشان كمپانيا كي نو دولتي بجدار بوين لو مزادة و كوراك يكلا رخصة دائما كاني بردوا كدواي او ابو اسياسيل و كوراك تليكوم و زيني عراقي مانوا طبيعي بويدا ما باسي بقراندا كب كان بوي بزانا چكا كيشا كان تا امرو لو وقتا ودستي بيكر دوا او رخصه که شروطی او کاتی رخصه که او بو او کمپانیایی که نایباتا و یا ادورین لمزاده که برین لزیاد کردنه که کمیتیه که زور برفراوانی حکومت عراق بجدار بو او کات او کمپانیایی که دره چه یا خود ادورینه ابه بیسی سبسکرایبر یا خود بلی بجدار بو اکان لگل کودکی بیدا به کمپانیای براوکه که هاتو لگل لحالتي إما وكوكورك إما برين رخصة كمان بردة وأوكات دبوايا أوكات ليه كم روجوا برين فريكونسي كان بإما بدريد أزبكار بين بووي بو كريني أميرو أجهزة كان دواي أوج دبوا ككودكا تحويلي كورك بدري لقال أو سي مليون ودوسط هزار بجدار بوي كشك كومبانياي أوراسكومي عراقوناي عراق بو أوكات كأو دارتشو بلام لا طبيعي او مزايده كمليار و 250000 مليون دولار بو او حسابك كرابو ياخذ بزنس بلانك كدارج رابو لساو اساسه بو ككوراك برديوا كي كم روج ابو جولترين كومبانيا العراق او باش دار بونج بو كوراك هاتن بلام بداخوا اويك كرا لا يا كم روجوا لهيئه اتصالات عراقي
فريكانسي كاني بو كوركت دابين نكرت شش مانك تأخيري كرت وهروها الدواي أوا بشيوازكي غير قانوني أو مشتركانة أو هاو بشانيك كودكي صفر حفصات ونواتا يا حفتا ونويا أو إشي دابا كومبانيي زين كأما بازاري اتصالاتي العراق بايك جاري شيوان طبعا هيج عدالتك تيدانما و او بين رخصيك كوراك باري بيدابو بو خاطري او ابو كاو بجدار بونا او كودا بدري بكوراك چونك كومبانيا عراقنا هي كم كومبانيا بو العراق او كا وبتايبتي لبغداد بايتخت كزوربي هر زوري بلين او كاتي حكومات ياخذ كومبانيا غوركان ياخذ هاو بيمانان يا بزنس مان وكمبانيا كان همو بجدار بوي او كمبانيا هون بلان بداخوا انك بايميان ندى شرط شروط ومرجكاني بجينا هنا اكو ببيتشوانوا بشيوازكي غير قانوني سروكي او كاتي هيئه اتصالات بشيوازكي غير قانوني تشوب بو اردن وبرياري داو او ديلا بلين ياخذ او كريارو فلوشنا او هو بجدار بوانا لقر او كودا هموي دا بكمبانياي زين كأسير بوأوقات بجدار بوكاني ايما همو دراباوان يعني امرو اگر ايما حسابكين يعني زور ببسيطي لو انا طبعا كاري بزنسو ياخد موضوعي رخصة وچونة وچونية وجنافتان زور او نبي اشكرانا بي چونة بلان پرسياركي زور زور كرت وصادة همو جارك ايكين هموتان أزانن هر ولاتك يكودي هيا ويا الوانيا يعني استا بو نمونا عراق نوصاتو شستو شواري هيا استا تونن سيد كن با انترنت با جوجل ايا هيچ ولاتك دو كودي هيا نيش ديوانيا وكو چون ناوكي هيا كوديكي هيا لا لا تليكومي انترناسيونال كالعالم انجا كديتا سر كومبانيايك نك ولاتك كومبانيايك هيچ كومبانيايك لجيهان بيستو تانا دو كودي هبي نيا بلام استا برادران احتمال الزور لبغداد وهاتون يا ليره استا توني ببرسين الين كومبانياي زين طبيعي من ناو اهنم چونك حقيقتها ومن علاقه بكومبانيا نيا كبلين كومبانيا كركابر نخير ام كاري خويا كما خطاي هي اي اتصالاتك ام كار قانونيه تشريع كردو بو او اذا لسرتش بنا مايك بوشي لسرتش او بو متروكني بو محاكم عراقي متروكة وتنانات زور بريار يجدرا والسر بابته وبتايبتي بلين سروكي أوكاتي هيئة اتصالات استا زور بجدار بوهن بتايبتي اواني بلين لنا وراست عراق دو جماريان هي صفر حفتا وهشتا حفصت وهشتا وصفر حفصت ونوا هر دوكي يك كومبانيا هر دوكي كومبانيا زينة لسر چه بنمايك لسر چه أساسي طبي اما لسر حسابي كمبانياي كوراكا او وارداتي ملياره دولار ككاري كردوا ناشرعي وتنانت بازاري اتصالات عراقي شي تيكدا وتام كاتيك ايما دانشتوين امكاره هلايا امكاره بقانونيه بردوامه وهيئه اتصالات عراق جبجينا كردوا كما في كوراكا او اي كاستا باسي لذكري كبريار درا يا برياري محاكم عراقيه او هر هموي غلطه لسد ام اساسه بوي باسم كر لا باك جراوند كه بوي تيبكن و وكو گوتيشم زور به ساده اي زور به بسيتي است او كمپانيا لسر او اساسه دو کودي هه انجا چون تزليلي محاكم كراوا چواشه كاري كراوا چون پيان دلين بلا بريار درا ل قانون عراقي ل برياري 65 قانون عراقي كدرچوا هي اي اتصالات لجنه كي طعم اجتماعي بيدلين كسرو كي دادوريكا حاكمة بو إيشي بيوانديو كمبانيا اتصالات بجوري دستور بجوري قانون عراقي أو لجنة أو لجنة اتصالات إبليني استماع وطعن بسروكاتي دادور أم برياركاني أو جيباجي دكري بو همو قانوني بيواندي كاني عراق كمبانيا بيواندي كان لو بريار من بو درچوا لدو هزار وسيز دوا لدو هزار وچوار دوا كا ما في خومانا تا ام كودا او بجدار بوانا او 3,200,000 بجدار بو لقال كودي حفصات ونوات نقريته بو كمبانيا كوراك ملزم نيا او 600 مليون بو او كاد 600 مليون
لا لا يرخص كم أبو لتقصيد كم أو ندري وتلونت أو بلين فوائد كاتو تسر قرزكش ندري بريارك دراوة شو أبو محاكم وبرياري خدي هاي اتصالات أو دادورة بجيري قانون كوكو باسم كلا دستور عراقيش لا 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 قضايا عليا عراقيش دليك أوية طبيعي كنوب جيوان دكا جيبا جنك روا بداقوا هاي اتصالات أو حكومته أو دولته أو صاحب حكمة أو لدواي دصل نامي بو إمانار بو جيبا جيناكن كاكم ما في من اللي اشتتو بجيبا جيبا جيناك من كومبانياكي من حكومتني تا كوتاي طبعا أو موضوعي بليك توجي كجي اس ام كي عادي بو كم جار موبايل دو اي واش كثري جي هاتوا تري جي كاش تا اوقات محاكم دار شو بلا ناشار بو بجك لو كم مليار و 250 305 مليون دولار بو تري جي كا درا ولا لاين كوراكو اما هم يدراو استا او كا استا باز دكن ايما تشوين بو محاكم عراقي ايما تشوين بو جي في جي كرديني برياركا ودرتوا وهموش الى محاكم بغداد بو تنانت هیچ لا 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 برین لا هریمش نکره و محکمه کن هموی لا بقا کره و جیبه جی کردنیشی طبعا امر دبی جیبه جیبه کره بلام اوان جیبه جیان نکرده یعنی من چون للای زوربه هر زوری برپرسکانیش همو ملفه کن پیدا و بتون فرمون اگر یک ناقانون تیدا فرمون پیمان برین است بم کتا پیش دو سه هفته زور امش براستی پیمان تعجب و تنانت لبر اوي كا سر ما سر ما ولو برياره وشواشك كردني خدي محكمه اتحاديش بو بالتاكيد يعني كان مستحيل هيج دا دورك ام جورا برياره دربكا چونكه هيك كهيش لا قانون ايش نظام السيل كا اوي كا اون برياريان دا برياره ندا برام ايما متاكدين و بيشمان بونشمان بتوا برند محامي كان ايما چون بو بغداد كأم برياري كبم أخيرا باسي 800 مليون دولار كا دبي كورك بيدا بلا إما تعجبه بلا يخدي هاي اتصالات إيش تعجبه كإما مراجعة ما نكردو يعني باسي نكردو أبو كسناي قلتم شو كا شتكي وانا الرواية وبي قانونية بوي هر في وزنك إما بين براسي إما لرجاي داد قاوة تشين لرجاي حكومته تشين لرجاي داد برو محامي كاني خومنا تشين شو كإما بريار من هي بريار درشوا برياره كده بجيبه جيبه كده ايوه جيبه جيبه كان نكردوا بو امال لو رقواتي طعني لياتي انجا بو يستم طبيعي ام توزيح حبدم چونك كومبانيا كوراكيش كومبانيا كي چوك نيا نزيكي 7 مليون بجدار بو هيا وتأثير لهمو بجدار بو انا طبيعي ام بريارانا بو اوي همو لايك بزاني كومبانيا موبايل يان جي اس ام هیچ کسی که هیچ بچدار بویک زرر من نابه، اداره هبه، اداره بگردره، محکمه در بچه چون امشته که خدماتیه، نیو دولتیه، اما لبلا به بچدار بانی کرک بزنن که هیچ علاقه بوانیه و هیچ تأثیری کن لی نکری. اینجا ام توضیحانه بیستم که به جناب تن بلیم که چه تکی که کراوا، ناروا، ناقانونی، دش به کمپانی کرکت ام لحظه، و اتوانم بلیم بداخوا. هاي أي اتصالات سطانة وطنوي بريارة كان إلى ده صالة يك برياري بوزيتيف يا عادلانة بلاي بوكوراك در نشوى ونظن إنه كاركة شي شي براست شو كا إما أوان ألين التزامنا كان شو شكارية كان طبعا شون لا أمجر شون لا محكمة شتيان شاردوتها أو بريارة نيك علي ترجيح قال لقانونا من قانونينين بلام أويك برسيوما لا همو لايك ترجيح كأجيب ومحكمة كعليا كترجيح ذكره لبيني سبريار أبي بريار كان عيني مادة به عيني أجر جرب أيان هرش ذكر أبي عيني مادة به بريار دراوة يك دو سة مثلاً بلين كابريك بريار در شو أبو فلانكس خطابارة دو سال جزاي بدر شو سجنيان سة سال زنداني كردنيان 4 سال او اكري لجنه كي بالا دا انيشه ترجيحه كلا بيني هر سي برياره كي بلام اوي استا چوا شكاري كراو هيچ ربطي به كوانيا نبرياره كان لسد ربطيان به اكتري وي نبرياره كان قانوني او سي برياره كي باس كراو چوا شي قانوني شان كردو هي قضايا عراقيش كراو اصلا لا قانوني قضايا عراقي بريارك اگر حوصلي بيچو وداواي جيبه جي كردني نكرا اما باطله حزكي با قتل به حزكي با هرشتك به
ام هر دو بریاره که الان ترجیحیان کرده هیچ کامیان نچوه با جبجه کردن و حفظ سالکیان توابه یعنی اما اساس او باطله او ای که جبجه کرده یعنی چوه با جبجه کردن و بریارشی پیدر چوه قطعیه و ملزمیشه او ای که قرار رقم چاری لجنه طعنی پیدرن که بو کرک در چوه که ابی تعویز بکره توا که او پاری داوه لسر او بنمایه وکو بلی من شوم چتکم کریوه لحکومت بنایک مان کریوه بلان بناكي دوا بكابرايك بكاريا هني وابي من باركي بدم ايش تي وانا بالعالم الناج بي اوي كذكري اما يعني اگر جناب شلون اشتكي يعني نواصحه في سيارك تون هي فرمو بلان مختصره كي بلان باك جراوند مجوي كي زوره بلان بشتكي كم ب 20 دقيقه انت عم يدو بالك كما ايوه اهلا وسهلا اخو ملخص ما هو ملخص طبعا المعاناه اللي احنا نعانيه هو اصلا راح نعطي ملخص لانه اذا نحكي يوما ما راح يخلص المشاكل اللي صارت اهلا وسهلا بكم طبعا اليوم حكيت انا بالكردي شويه راح احول على العربي صار فتره انه بالاعلام يتكلمون كثير على موضوع كرهك ومحاكم ضد كرهك والقرارات اللي طالعه ضد كرهك من المحاكم العراقيه فحبيت نعطي توضيح للأخوة وللمشاهدين والرأي العام العراقي عامة وللحكومة العراقية يعني اليوم ده يحدث هذا ظلم 100% وغير قانوني ضد كورك وحقيقة ما نعرف شنو الأسباب لأنه إذا نحسب كشركات شركة كورك هي الوحيدة العراقية جنسيتها عراقية الوحيدة بين الشركات الباقية بالعراق هاي أولا يعني هذه لازم المزايدات تكون بالعكس حقيقة الأخوة اللي يحكون دائما نشوفهم بالتلفزيون ومزايدات وإحنا وطنيين وإحنا لازم ندعم القطاع الخاص الشركات الخاصة العراقية فللمعلومة هي الشركة الوحيدة العراقية هي كورك وأول شركة أسست وتسجلت بجي اس ام اسوسيشن العالمية بالعراق هي كورك طبعا صار وقت بعد تحرير العراق من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وقت بريمر رخصة مؤقتة لشركات الهاتف النقال بالعراق كان أعتقد كانت سنتين بس أخذ أكثر من سنتين حين ما صارت لجنة عليا من الحكومة العراقية بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبر وقتها وصار مزاد علني للرخصة الدائمة واللجنة صارت شكلت صارت في 2007 بعمان العاصمة الأردنية وإحنا شاركنا مع عدة شركات عالمية شاركنا بهذه المزايدة وكورك كانت واحدة من الرابحين بهذه الرخص الثلاثة اللي قبل كان عراقنا أوراسكوم المصرية وكانت أثير الكويتية وكانت آسيا سير وقتها كانت الوطنية الكويتية معه ولكن صاروا أريد القطرية فبالنتيجة احنا حصلنا على رخصة دائمة من أول يوم بدينا بالرخصة بعد ما وقعنا على الرخصة وطبعا كان مزاد حقيقة يعني نزيه وقانوني وستاندرد عالمي يعني هذه ما حد ينكرها وسيد سيد باقر جبر كان رئيس اللجنة مع لجنة اللزاهة وعدة أخوة من سادة الوزراء في وقتها مع مثل ما حكيت أنه كان كل شركة برايس ووتر هاوس كوبر اللي سوتها على ستاندرد عالمي فهذه الرخصة احنا حصلنا عليها وكانت شروط الرخصة الخسران من شركات الثلاثة اللي موجودين اللي يحل محل الطالع يعني ما والرابح يحل محل الخسران في حالتنا حالة كورك احنا كنا الرابحين بالرخصة وشركة أوراسكوم عراقنا المصرية طلعت من العراق في وقتها واحنا حلينا محلهم القانون واضح يقول الخسران يسلم الكود والمشتركين الى شركة الربحانة والاجهزة اللي موجودة يحق لهم بعد 90 يوم من المفاوضات مع شركة الربحانة إذا ما اتفقوا يحق لهم يبيعون الأجهزة ولكن هذه ثروة عراقية المشتركين والكود طبعا هذا لم يحصل وقتها وأكثر من 6 أشهر احنا انتظرنا هيئة الاتصالات في العراق رئيس هيئة الاتصالات في وقتها فقط يسلمون الذبذبات أو الفريكونسي حتى احنا نبدي بشراء وأوردر الأجهزة لأنه صعب هذه مو وكالة ما سيارة تشتري وتستلم أخرونا 6 أشهر بعد 6 أشهر بدينا طبعا أوردر الأجهزة ولكن
لحد اليوم عبارة 15 سنة يعني. لذلك طبعا دا أحكي الباك جراوند شوية دوخكم الموضوع بس حتى يصير بالنسبة للمشاهد بالنسبة للمواطن العراقي يفهمون شوية الباك جراوند شلون كان وشلون بدأ. يعني الأسباب اللي اليوم دا نحكي بها هذه هي الأسباب بدأت من أول يوم. طبعا حاولنا عدة محاولات أنه يسلمون الكود 7-9 اللي هو كان عراقنا لازم يحول إلى كورك مع أكثر من 2,200,000 مشترك. طبعا لم يحصل ذلك والعكس يعني مع الأسف رئيس الهيئة في ذاك الوقت سوى عقد غير قانوني غير شرعي وراح إلى عمان وقعد مع الشركة الموجودة اليوم اللي غير اسمها من أثير إلى آسيا. احنا ما نلوم الشركة طبعا كشركة منافسة، احنا ما نلومهم، احنا نلوم هيئة الاتصالات اللي غدروا بينا. احنا ما علينا بالشركة شلون قنعوهم شلون طوهم شلون سلموهم شلون صارت ما نعرف، هذه ولكن حقنا. هيئة الاتصالات راحوا وسلموا هذا البيس مال المشتركين كله 3,200,000 أو 250,000 مشترك كان مع الكود سلموها الى شركة المنافسة. صار تخلل بالسوق الاتصالات بالعراق، ما بقت منافسة شريفة بالسوق من ذاك الوقت. طبعا حاولنا عدة محاولات ومحاولات كثيرة من أول يوم، ومن ضمنها حسب قانون 65 وحسب الدستور العراقي هناك لجنة طعن واستماع في هيئة الاتصالات العراقية اللي هي المشرفة وحسب القانون ويرأسها قاضي من المحاكم العراقية. بهذه اللجنة هي هاي المختصة وقراراتها الوحيدة اللي سارية على موضوع النزاعات بين شركات الهاتف النقال والاتصالات بالعراق. طبعا احنا حاولنا من وقتها وبعد يعني جهود حثيثة وجلسات اللجنة اقتنعت بالموضوع انه وطلعوا قرار لصالح كورك قرار رقم 4 انه ما متبقى من الرخصة اللي هي 375 من الاقساط وضمنها الفوائد اللي صار على المستحقات هذه كلها تتوقف لحين يسلمون الكود والمشتركين الى شركة كورك. وهذا لم يحصل طبعا لحد اليوم، يعني عبر 15 سنة على الرخصة 2G